لأمهاتنا، أخواتنا، صديقاتنا، لجميع المناضلات والمتمسكات بحياة العزة والكرامة. كل عام وأنتن بألف خير. يكون 8 مارس يوم مميز على مدار العام، يوم يضيء طريق المرأة القروية والحضرية بالمغرب وبالعالم. إلى الزوجة، إلى الأم، إلى البنت، إلى كل نساء العالم، تحية قلبية وتهانية حارة بمزيد من التوفيق وبمزيد من التقدم والرقي لصالح العمل لهذا البلد ولتنمية هذا البلد ولتنمية كل ما تحب هذه المرأة. كل عام والمرأة المغربية بخير وعلى خير، والله يعاونها والله يوطليها، والمرأة تكون تتقن شغلها وتتخدم على وليداتها بالحلال، ربي يجازيها الله سبحانه. Ich wünsche allen Frauen einen wunderschönen Weltfrauentag. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحيي جميع النساء المغربيات ونساء القنيطريات والموظفات الجمعيات بالخصوص. بهذه المناسبة أتمنى لهن جميعا الصحة والعافية ودوام التألق، فلهن مني أحر التهاني وأجمل باقات الورد وأعطر نسمات الود وأبلغ عبارات التقدير والإعتذار. تهانينا الحارة لكل امرأة آمنت بإنسانيتها وبقدرتها على العطاء لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزميلاتنا، لجميع المناضلات والمتمسكات بحياة العزة والكرامة. Bonjour à toutes. Le 8 mars c'est la journée mondiale de la femme. C'est une très bonne occasion de rendre hommage à toutes les femmes de notre vie. Je vous dis que sans femmes, la vie serait beaucoup moins porteuse d'amour, d'espoir et de douceur. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne fête à toutes les femmes du monde. ليكن 8 من مارس هو يوم مليء بالحب وبالعطاء للمرأة القروية والحضرية والمغربية لكل نساء العالم. لكم ألف قبلة وقبلة، ومني لكم ألف تحية وتقدير، لكم دمتم بألف خير. شكرا. تهانينا الحارة لكل امرأة آمنت بإنسانيتها وبمقدرتها على العطاء، لأمهاتنا، أخواتنا، بناتنا، زميلاتنا، لجميع المناضلات وللمتمسكات بحياة العزة والكرامة. السلام عليكم. كل عام النساء المغربيات بألف خير، وخاصة نساء قنيطرة. كنستغل الفرصة وكنمرر التحية لكل كل 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 نساء العالم، وأخص بالذكر النساء المغربيات اللي كنشد على يديهم بحرارة وكنتمنى لهم كل الصحة والعافية. المرأة المغربية الفلاحة، المرأة المغربية العاملة، المرأة المغربية الفنانة، ربة البيت، كل النساء المغربيات كيستحقوا منا التشجيع والتقدير والعطاء. بالمناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة اللي كيصادف 8 مارس، كنبارك لجميع النساء المغربيات، لجميع المبدعات، لجميع المناضلات اللي تركوا بصمة في حياتهم الشخصية وفي حياتهم الاجتماعية وفي حياتهم الفنية. هنيئا لنا بهذا اليوم.